فضلا وليس امرا. ادعمونا بلايك للفيديو. لمسه من جانب مارتينز يا ولد يا هي 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 هي. نابولي يبحث عن ايام مارادونا وياتي هنا الدولي البلجيكي مارتينز ويسجل اول اهداف اللقاء في الدقيقه 29. مارتينز اللي امامنا اللي عنده 120 هدف في كل المسابقات مع نابولي، لكن ياتي اغلى الاهداف ويشعل ملعب سان باولو. ملعب سان باولو هنا في حاله فرح كبيره لان ميرتنز سجل من خلال الهجمه اللي بيعتمد عليها، المؤشرات كانت واضحه وميرتنز سجل هنا في هذه اللقطه. دينيس ميرتنز بص الكره ملعوبه حلوه قوي، كره ملعوبه حلوه، قله الخبره اللي عند جونيور، لكن شوف الانطلاقه من جانب اللاعب زايلينسكي البولندي الدولي يلعبها للبلجيكي يثبت فيها تير شتيجن. ما يقدرش تحرك المره دي، رايه وتسلل في تسلل في اللقطه الماضيه. هل هناك تسلل على اللاعب سيميدو؟ دي امامنا الفار ويبدو هدف التعادل. ياتي عن طريق جريزمان، امامنا هو حكم اللقاء والقرار، وهدف لنادي برشلونه عن طريق جريزمان امامنا في خطا وهفوه دفاعيه تكلف الفريق. سيميدو يصنع امامنا هنا هدف التعادل لجريزمان. شفت حكم اللقاء اهو ينتظر الامور وحسم الامور بهذه الكره وهذه الطريقه. هذه التمريره مفيش تسلل، ده سيميدو الراجل امامنا هو عاملها كمان من يعني الامام للخلف، ما فيهاش تسلل على جريزمان. وهدف التعادل ياتي في الدقيقه 57 نتيجه هفوه دفاعيه، لكن جريزمان يضع كوره جميله جدا. والحظر امامك والتسديد، جول جول بايرن ميونخ يسجل الجول الاول. بايرن ميونخ يسجل الهدف الأول، ضاعت قبل قليل من تشيلسي، ويسجل الآن الفريق الألماني هدفه الأول في الدقائق الأولى على بداية المباراة. الدقائق الأولى، شوف، في إنذار لنا جميعا أنه والله كان ممكن تشيلسي يسجل الجول الأول، لكن هذا هو الجول الأول. تعثر مدافع تشيلسي ووصلت الكرة، ما في إفساد، ما في شيء، ما في. يا سلام يا سلام على التمريرة الجميلة والاستقبال الجيد الممتاز من إنيابري، والكرة اللي تحول من ليفاندوفسكي والشهيرة 7-2. الثاني من إنيابري يسجل الجول الثاني، جول ورا جول، هدف ورا هدف. تأخر كثيرا فرانك لامبارد بالتبديل، وبالتالي بايرن ميونخ يسجل هدفين متتاليين من نفس اللاعب إنيابري. إنيابري أولا، إنيابري ثانيا. لكن لاحظ الكرة من وين؟ الكرة من نوير، وبعد ذلك الرأسية، وبعد ذلك المتابعة، وهني طلب الكرة، وكل الأمور تحدث في غياب الحقيقة مدافعي فريق. وين مدافعي تشيلسي؟ وينك يا روديجر؟ كريستنسن، كويتا، جيمس اللاعب العائد، ماركوس الونزو. لا 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 لا، كذي تدخل الاهداف. صفر، يمكن 3-0، يمكن الثالث، الثالث اتى لبايرن ميونخ. الثالث اتى لبايرن ميونخ ليفاندوفسكي، وكره جميله مقشره ملعوبه. هكذا تصنع الاهداف، وهكذا تاتي الاهداف، وهكذا ياتي التالق، وهكذا ولا فلا. كذي تلعب، شوفها امامك. ايش زين. لاحظ خلاص، هني بدا العمل، بدا الشغل، بدات الانطلاقه الحاضره. وهني شوف شلون سلمه. خلاص هاك يا ليفاندوفسكي سجل جول، ما يبي له الشغل. هني كل العمل، هني كل الشغل اتى من هذا اللاعب المتالق ديفيز. خلاص هاك سجل جول، وبالتالي ليفاندوفسكي يسجل الجول الثالث في هذه المباراه. سوري فرانك لامبارد، اكسكيوز مي فرانك لامبارد. تبديلات